ما عم صدق. أنا اللي كنت أقول عنها بريئة، لما صار اللي صار دافعت عنها حتى لو التهمة ثابتة. بس اثنين عاملة علاقة مع اثنين، هذا الشيء كيف بدها تدافع عنه؟ مش مضطرة إنك تدافع عنها. مو قصدي قدام الناس، قصدي جواتي. كيف لسه بدي دافع عنها جواتي؟ كيف لسه بدي دافع عن اختياري لإلك رفيقة من أهم رفقاتي؟ مش عارف إيش بدي أحكي لك، بس اللي بقدر أحكي لك إياه إنه صلاح اللي بعمره ما تعلق في وحدة تعلق فيها وشاف فيها إشي نظيف كثير. بعد ما قرأ الحقيقة؟ هو بليلتها ما خلاش كلمة عليها، بس لما هدي رجع يحنلها، ما هو بيعرفها بعد كل هاي القصص، حس إنها تعلقت فيه ومستحيل تعرف غيره. بس أنا بعرفها أثناء القصص كلياتها مو بعدها. لك أنا كنت مسميتها بريئة. نادي، مش ملاحظة إحنا اهتمينا بقصص ومشاكل العالم ونسينا حالنا؟ احكي لي هسا، إيش بدنا نساوي مشكلة أمك؟